السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف احتفال حمو بيكا بسبوع ابنته، عامل لها فرح ومراته لابسة أكتر من كيلو ذهب في إيدها. حمو بيكا يقلب السوشيال ميديا بسبب سبوع ابنته وما فعله في السبوع صدم الجمهور. هنشوف التفاصيل بالفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا. سبوع ابنة حمو بيكا، أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب سبوع ابنته تاج، وهي أول طفلة له، والذي احتفل به داخل إحدى قاعات الأفراح الكبيرة. وتضمن سبوع ابنة حمو بيكا على لقطات مثيرة للجدل والتي تحدث عنها رواد السوشيال ميديا، وكانت من أبرز اللقطات ارتداء زوجة حمو بيكا مجموعة كبيرة من الذهب مما أثار الجدل بشكل واسع. وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا فيديوهات من سبوع ابنته تاج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر حمو بيكا وهو يدخل برفقة زوجته بواسطة سيارة كلاسيك مكشوفة السقف، وكأنه فرح وليس سبوع. وارتدت زوجة حمو بيكا ذهب بكميات كبيرة في يدها وحول عنقها، وحضر العديد من مؤدي المهرجانات وفنانين الوسط الفني، وكان من أبرز الحضور الفنان عبد الباسط حمودة والفنان سعد الصغير وطارق الشيخ وغيرهم. وحسن شاكوش فتح النار على حمو بيكا وعبر فيديو بثه على عبر صفحته على انستغرام، كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش خلافه اللي حدث بينه وبين حمو بيكا، وقال انت ما عزمتنيش في سبوع ابنك، وقال ان هو زعلان بسبب هذا الموضوع. وكان حمو بيكا قد قام بذبح عدد من العجول وإقامة عقيقة لابنته داخل قاعة كبيرة جدا في القاهرة. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا.